ارتباك شديد تلاه تراجع في معنويات أجهزة النظام الأمنية والعسكرية على خلفية استهدافها في منطقة الده أثناء قمعها لمسيرة متجهة لدوار اللؤلؤة. وفيما اعتبر رد فعل انتقامي، اشتركت أجهزة أمنية وعسكرية مختلفة في عملية مداهمات واسعة لبلدة السنابس غرب العاصمة المنامة، والانتشار في الأحياء السكنية وبث الرعب في نفوس الأهالي حسب ما أكد شهود عيان. حصاركم لن يفيد، حصاركم لن يفيد، بناك الحديث حصاركم لن يفيد. وأوضح الشهود أن قوات النظام شنت حملة مداهمات واسعة على بلدة السنابس في وقت متأخر ليلة البارحة، حيث دخلت عشرات المركبات والمدرعات من عدة جهات، تلاه بدء حملة العقاب الجماعي على منازل المواطنين بإطلاق الغازات الخانقة عشوائيا وبكثافة، ثم انتشار قوات راجلة جابت الأزقة سيما في أحياء مروزان الواقع شرقي السنابس، حيث قامت بمطاردة الأهالي والاعتداء على النساء قرب مأتم آل عبد الحي، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على رئيس مأتم السنابس جعفر الشمروخ والذي اعتقلته السلطات في ديسمبر الماضي. ولفت الشهود إلى أن القوات اقتحمت البيوت وعاثت فيها تخريبا وتكسيرا، كما اعتلت أسطح المنازل والمباني السكنية.